على الحدود الجنوبية اللبنانية تتصاعد التوترات العسكرية مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي مقابل استهداف حزب الله لعدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية. قد أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوه إصابة مباشرة، وهي المرة الأولى منذ بدء التوتر الحدودي الراهن التي يعلن فيها حزب الله استخدام صاروخ أرض جو. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس سقوط 2 من عناصرها في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية. أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أنها اخترقت السياج الأمني عند موقع حنيتة العسكري وانخرطت في اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية. وسط هذا لا تزال الحرائق مشتعلة في الأشجار والأحراش المحيطة ببلدة الناقورة وعلم الشعب في القطاع الغربي لجنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي. ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماد نيران بسبب استمرار القصف الذي يستهدف المناطق المذكورة. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق طيلة الليل القنابل المضيئة والحارقة في سماء القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب اللبناني من أجل إشعال النار بالأحراش المتاخمة للخط الأزرق عند الحدود. كذلك في سوريا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عدة ردا على إطلاق صواريخ، موضحا أن الطائرة الإسرائيلية قصفت بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية. ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل، لكن بحسب هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية كان نيوز استهدفت الغارات مواقع في منطقة درعا في جنوب سوريا مرتبطة بحلفاء لإيران.